السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ احنا مكملين مع بعض في السلسلة اللي احنا عاملينها بتاعة الانجليش جرامر، اللي احنا بنحاول فيها نشرح كل قواعد اللغة الانجليزية بكل الأزمنة عشان تبقى السلسلة دي موجودة معانا لكل الصفوف من أول أولى ثانوي تانية تالتة. أي حد عايز درس معين في الجرامر يرجع للسلسلة دي. فالنهاردة مكملين مع بعض في الأزمنة وبنشرح درس يا جماعة سهل جدا جدا، اللي هو ذا بريزنت كونتينوس تنس. درس من الدروس السهلة جدا جدا، اللي هو يا شباب the present continuous، اللي هو زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر. طيب بنروح كده من الدروس البسيطة. ال present continuous المضارع المستمر يا شباب بناخد الفورم التكوين بتاعه، طبعا بيتكون من حاجة اسمها am is are am is are plus ال verb plus ing. مضارع مستمر am is are وال verb plus ing. لو عايز اعمل مثال هقول منى was reading، سوري منى is reading جملة في المضارع، منى is reading a book now، منى بتقرا كتاب دلوقتي، يبقى ده حدث مستمر اهو. منى is reading the present continuous is reading ده مضارع مستمر. طب ايه هي اليوسجز استخداماته او ايه اليوز الاستخدام بتاع المضارع المستمر؟ بصوا يا شباب، هو المضارع المستمر بيعبر عن حدث مستمر في المضارع، حاجة شغالة دلوقتي، حاجة قدامي هي شغالة. present continuous ده حاجة مستمرة قدامي في المضارع. فأنت لما أقول لك look، كلنا عارفين كلمة look يعني انظر، من keywords من الكلمات الدالة على المضارع البسيط. look they space football، بص كده ده هما بيلعبوا كورة. يبقى أنا هنا مش محتاج أكتب اختيارات يا جماعة، ما بص كده، يبقى هما بيعملوا إيه؟ يبقى they are playing، بيلعبوا مضارع مستمر. بص كده هما are playing football، بيلعبوا دلوقتي، يبقى حدث مستمر في المضارع. فحاجة دلوقتي شغالة، أنا دلوقتي باكل I am eating now، بتفرج دلوقتي I am watching TV now، يبقى حدث مستمر في المضارع. بس هو طبعا ليه استخدام تاني، المضارع المستمر ممكن يعبر عن حدث سيقع في المستقبل. ينفع يا جماعه يجي مع حدث، يجي مع الفيوتشر لما يكون الحدث ده مخطط له، والكلام ده لازم تفهمه كويس جدا. واحنا عارفين ان لما يكون في عندي شباب حاجه هتحدث في المستقبل بس انا متفق عليها، انا هروح ازور عمي الاسبوع الجاي وخلاص بقى اخدت حجزت تذكره القطر وخدت اجازه من الشغل، يبقى لما قلت لك الحاجه دي اتس ارينجد يعني الحاجه دي مترتبه، اتس ارينجد يعني خلاص كده يا شباب انا اتفقت مع عمي وخدت اجازه من الشغل. يبقى بص كده I am visiting my uncle، انا هزور عمي امتى يا شباب؟ next week الاسبوع الجاي او next month. فانا عايزك تفهم الفكره دي. بص next month ده future، ما قلتش I will، قلت I am visiting، حدث مضارع مستمر، حدث مخطط له، انا متفق it's arranged. فدايما دايما بيطلب الطالب لما تلاقي في الجمل في التشوز كلمة arranged يعني خلاص رتبنا، كلمة اسمها prepared يعني جهزنا، كلمة اسمها planned يعني خططنا خلاص، كلمة اسمها booked a ticket يعني حجزنا تذكرة، خلاص يا شباب حجزنا تذكرة، have permission يعني معانا اذن. خلي بالك كل الكلام ده، كل الكلام يا ابني it's okay، خلاص كل حاجة تمام. I have made arrangement، انا عملت خلاص الارنجمنت بتاعتي، عملت ترتيباتي. كل الكلمات دي مع اي حدث لسه هيحدث يبقى بجيب present continuous مضارع مستمر. يبقى عايزك تفهم الكلام ده يا جماعة مهم جدا. ممكن اقول لك ايه مثلا، ده سهى space to London tomorrow، ده سهى مسافر لندن بكرة. she has got a ticket، معاها تذكرة، دي مسافرة بكرة ومعاها تذكرة. يقول لي سوها دي فلاي ولا ويل فلاي ولا از فلاي. يبقى انا هنا لازم اكون مركز جامد جدا، هي مسافرة بكرة. هو انا الطبيعي طول عمري اعرف ان كلمة تمورو دي فيوتشر بختار كلمة ويل، قال لك لا يا ريس ويل هنا غلط. طب ازاي ويل ده هي مسافرة بكرة؟ قال لك ماشي بس معاها تذكرة، يعني هي متفقة وحاجزة وكل حاجة، يبقى هي از فلاينج، هذا ما حدث هيقع في المستقبل ولكن خلاص مخططينه ومتفقين عليه، يبقى هو مضارع مستمر. للناس الشاطره بقى معلومه كده زياده، ان المضارع المستمر ياتي مع كلمه always دائما للتعبير عن الضيق،
يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني انت المفروض دلوقتي احنا خدنا ان كلمة always دائما دي من الكي ووردز، من الكلمات الدالة على البريزنت سيمبل المضارع البسيط. انما ينفع تيجي مع المضارع المستمر لما اكون متنرفز من حاجة. يعني الراجل ده he is always coming late، ده كل شوية يجي متأخر، كل شوية كده coming late يجي متأخر. يبقى عايزك تفهم ليه always هنا جت مع المضارع المستمر، لان الراجل متنرفز من حاجة، الراجل ده كل شوية يكذب. he's always stealing lies، يبقى دايما بيكذب كده. يبقى ال present continuous ليه تلات استخدامات: حدث مستمر دلوقتي انا باكل دلوقتي، حدث سيقع في المستقبل ولكن مخطط له، او مع كلمة always دائما لما اكون بعبر عن الضيق او متضايق من حاجة. تعالوا شباب اشهر الكيوردز، الكلمات الدالة على ال present continuous. طبعا ليه كلمات دالة مشهورة جدا جدا، يمكن اشهرها كلمة now، الان، look يعني انظر، listen يستمع، at the moment او at this moment ينفع الاثنين، في هذه اللحظة دلوقتي حاجة بتحدث دلوقتي، at the present في الوقت الحاضر، at the present في الوقت الحاضر، وكلمة still ما زال. يبقى دي كلها keywords، كلمات دالة على ال present continuous المضارع المستمر. طبعا دايما الجمل سهلة، جملة في الاختيارات فيها كلمة now، she، space، here، كلوز ناو، هي بتغسل ملابسها الان. انت هنا مش محتاج اختيارات، هي بتغسل ملابسها الان، يبقى على طول يا شباب شيز واشنج، هي بتغسل ملابسها الان. زمن مضارع مستمر وفي كلمه داله ناو. انا عايزك تركز على يعني الجمل اللي هي بالمعنى، اللي هي الجمل يا شباب اللي هو ما فيش فيها قاعده. لما اقول لك مثلا اني my mother is in the kitchen، والدتي في المطبخ. she is base dinner، لما تبص الجملة زي كده والدتي في المطبخ بتطبخ العشاء. هنا ما قالش كلمة now ولا look ولا listen، ما جابش كلمة دالة، بس هي ليه بتطبخ؟ يبقى يا جماعة طبعا she is cooking بتطبخ، مضارع مستمر. ففي جمل كتير I can't go with you، انا مش هينفع اروح معاك. I space my homework، انا بعمل الواجب بتاعي. هنا مفيش كلمة دالة، ما قالش يا شباب كلمة دالة، بس المعنى انا مش هينفع اخرج، لان انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل الواجب. يبقى حاجة اسمها I am doing my homework، انا بعمل الواجب. طيب في معلومات مهمة جدا لازم تعرفها، ازاي نحوله باسيف. طيب يا جماعة انا عايز احول الزمن ده الباسيف مبني للمجهول، طبعا نفس الموضوع، بجيب am is are زي ما احنا بالظبط، بس بزود كلمة اسمها being، واجيب الباست participle التصريف التالي. زمان كنا نحول، يعني زمان يا شباب كنا ناخد جمل وندي امثلة، اقول لك علي is washing the car now، علي is washing the car now، ادي علي ده الفاعل، is washing الفعل، وذا كار عايز احول باسيف، يعني ابدا بذا كار. كان الطالب سهل جدا، بيبدا بالمفعول وفي الاخر باي علي، ممكن ما تكتبهاش. يبقى ذا كار is being washed، بتتغسل. ذا كار is being washed، بتتغسل. مفيش بقى دلوقتي الكلام ده، انت كل بقى الجمل عندك دلوقتي في التشوز، تبقى انت مركز جامد جدا. يجي يقول لك ذا كروبس از بيس ات ذا مومنت، المحاصيل بيحصل لها ايه ات ذا مومنت، في هذه اللحظه دلوقتي. يقول لك المحاصيل دلوقتي كوليكت، طبعا كلمه كوليكت يعني يجمع، ار كوليكتنج، ار بينج كوليكتد، كوليكت. طبعا لو انت قلت الجملة المحاصيل بتتجمع بس في هذه اللحظة، يبقى ار بين جماعة كوليكتد، ماشي ماشي هنا، يبقى ار بين عندي كلمة كوليكتد هنا ودي كوليكتد اهي، يبقى ار بين كوليكتد بتجمع، بس ار بين كوليكتد بتجمع، مضارع مستمر. بس في معلومة انا شايف ان هي مهمة جدا جدا لازم الطالب يفهمها، هي المعلومة دي، ان الطالب دايما يبقى عارف يا شباب ان في كده عندنا في الانجليش بعض الافعال
في عندنا في الانجليش بعض الافعال لا تأتي في زمن مستمر. عندنا افعال ما ينفعش تيجي في زمن مستمر، ولا مضارع مستمر ولا ماضي مستمر. ليه اسمها افعال المشاعر، افعال الحواس، افعال التفكير، افعال الامتلاك، فيرب تو بي، الحاجات دي كلها شباب لا تأتي. افعال المشاعر زي كلمة لاف يحب، او هيت يكره، كلمة زي كلمة مثلا سيرى او هير يسمع، ثينك يعتقد، اندرستاند يفهم، وونت يريد، هاف يملك، اون يمتلك، بلونج يخص، كل دي افعال في الانجليش عمرك ما ينفع، بص عمرك ما تقابلها قدامك كده فهي في زمن المضارع المستمر. انا دلوقتي ما ينفعش اقول اي ام هافينج A car now. انا امتلك سيارة الان، برغم ان في كلمة now الجملة دي غلط، لان كلمة يملك دي غلط، ما ينفعش تيجي اسمها I have بس، ما ينفعش تيجي مستمر. انا اعتقد ان هو كسول، ما ينفعش اقول I am thinking he is lazy، ما فيش اسمها كده يا شباب، جملة غلط، فيش اسمها كده. انا اعتقد I think he is lazy، I think he is lazy، اعتقد ان هو كسول. فدايما نخلي بالنا من الكلام ده، ان الافعال دي عمرك ما هتقابلها مضارع مستمر، الا او بقى ساعات بيبقى ليها معاني ثانيه. يعني ممكن لك مثلا ايه، I am having dinner now، I am having dinner now، انا بتناول العشاء. اه دي صح، هتقول بس طب ما فيها كلمه هاف هي جايه مستمر، لان هاف هنا مش معنى يملك، ده انا بتناول العشاء دلوقتي، يعني هاف تنفي ليها معنى ثاني بمعنى يتناول. فلما يكون الفعل ده ليه معنى تاني، يعني think يعتقد او يفكر او يخطط. انا اعتقد I think ما يجيش مستمر، انما انا قاعد في البيت دلوقتي I'm thinking of my next holiday، بفكر في اجازتي، بخطط لاجازتي تمشي. فالكلام ده يا جماعه لازم نخلي بالنا منه، ان الافعال دي ممكن تيجي مستمر لو ليها معنى تاني. فاحنا عاملين سلسله كده اسمها English Grammar، بنحاول ان احنا نلم فيها كل قواعد الجرامر في الانجليش بتنفع في ثانويه عامه، لان المنهج دلوقتي الحديث بقى مفتوح، هنشرح كل حاجه، حتى الحاجات اللي اتلغت، حاجات كانت في ثانيه في اولى، مناهج قديمه، عشان يبقى انت عندك يعني مرجع. اي درس جرامر تحب ان انت تشرحه او تفهمه ترجع للقوائم التشغيل وتكتب انجلش جرامر، هتلاقي كل الحاجات دي موجوده ان شاء الله. فيا رب السلسله دي تعجبكم، ربنا يكرمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.